مرحبا بكم من جديد. إذا تراجعت السياحة القادمة من أوروبا واليابان وروسيا والولايات المتحدة إلى المنطقة العربية، وحقيقة تأثرت الأردن سلبيا على المستوى السياحي بالأوضاع في مصر، فالسياح كانوا يحضرون ضمن عروض تشمل زيارة مصر والأردن أو سوريا والأردن، وذلك ليس مشكلة في حد ذاته، فالوجهات السياحية يمكن أن تكون في كثير من الأحيان مزدوجة مثل النمسا والمجر أو إيطاليا وسويسرا. وضمن هذا السياق فالمشكلة هي في تعويض الموسم السياحي من خلال السياحة العربية والتي تتركز في فصل الصيف، وتجهيز خطة طوارئ لاستيعاب السياح العرب الذين أصبحت الأردن تمثل وجهتهم الوحيدة تقريبا وبالتأكيد لهذا الصيف. وللحديث حول هذا الموضوع، موضوع الموسم السياحي في فصل الصيف، انضم إلينا في الاستوديو الكاتب الزميل المتخصص في الشأن السياحي في صحيفة العرب اليوم الأستاذ ياسر مهيار. أستاذ ياسر مساء الخير. مساء الخير أستاذ ياسر. بداية دعنا نتحدث عن بشكل عام الواقع السياحي في الأردن في هذا الصيف. السياحة موسم الصيف دائما هو يشكل موسم سياحة رئيسي في الأردن. نعم. سواء كان بالسياحة الأوروبية أو الأجنبية الوافدة أم السياحة العربية زي ما تفضلت أنت في مقدمتك. السياحة في موسم الصيف يعتمد عليها الأردن بشكل كبير رئيسي في استقطاب السياح وفي زيادة الإيراد الدخل السياحي في المملكة. نعم. السياحة أصبحت الآن هي عنصر مهم لقطاعات الأردن كافة، فالشعب يستفيد منها بشكل مباشر، صار توظف العمل بشكل مباشر غير مباشر، لذلك هي ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني ويعتمد عليها بالصيف بشكل كبير جدا. نعم. نعم. طب بما يتعلق في الأوضاع الإقليمية سيد ياسر، يعني الأوضاع في مصر، الأوضاع في سوريا، هل أثرت على السياحة في الأردن؟ أكيد بطبيعة الحال. نحن ضمن منطقة، الأردن واقع ضمن منطقة ملتهبة. نعم. ملتهبة سياسيا منذ سنوات، في كل سنتين أو ثلاثة نقع في أزمة سياسية، لكن هذه الأزمة التي تمر بها المنطقة منذ سنتين إن صح التعبير هي أزمة لم تشهدها طوال تاريخها، فلذلك أثر سلبا على السياحة في المنطقة بشكل عام والأردن بشكل خاص. فالأردن واقع ضمن هذه المنطقة ويستقطب السياح القادمين من إلى كافة هذه المناطق يأتوا إلى الأردن، فلذلك السياحة الأوروبية والوافدة الأجنبية تراجعت بشكل ملحوظ. يعني إن تم ذكر السياحة الأجنبية أو السياحة الأمريكية مثلا، الجنسية الأمريكية، فالجنسية الأمريكية عندما يأتون إلى زيارة الشرق الأوسط يأتون زيارة عدة دول في منطقة الشرق الأوسط من بينها الأردن. نعم. حاليا لا يستطيع أن يأتي يزور الأردن فقط، فلذلك السوق الأردني، السوق السياحي الأردني تراجع عليه الإقبال الأمريكي وحوله إلى أسواق أخرى مثل السوق التركي. فلذلك هذه الأزمة بطبيعة حال أزمات سياسية أثرت على واقع السياحة في الأردن وتراجع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي وبداية العام الحالي من السياحة الأجنبية. نعم. جميل. طيب بما يتعلق سيد ياسر في السياحة في الأردن، هل اتجهت السياحة إلى الأفضل أم تراجعت إلى الخلف؟ من ناحية لغة الأرقام هي تراجعت. نعم. ولكن من ناحية الجهود هي زادت الجهود التي تعكف عليها جميع الفعاليات السياحية. جميل. من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وجميع الفعاليات من فنادق ومكاتب سياحة. نعم. وسفر الأخير في ترويج الأردن وتسويق الأردن. الأردن هذه الفعاليات بدأت تبحث عن أسواق بديلة، بدأت تبحث عن خطوات بديلة لسباق الأحداث التي ومعالجة الأخطاء التي اعترتها العام الماضي، من بينها بحث أسواق بديلة ليست فقط تركيز على السوق الأمريكي والسوق الأوروبي بشكل. نعم. عام صارت هناك أسواق أخرى مثل السوق الأسيوي. نعم. إسبانيا، عفواً اليابان، ومن بينها اليابان وماليزيا. جميل. ومثل ما سوف أصبح الآن انتقال والتركيز على السوق الأمريكي اللاتيني حاليا الذي يلاقي طلب ورواج في المنتج السياحي الأردني. جميل جدا. طيب سيد ياسر، دعنا نتحدث عن الدخل السياحي، مجمل الدخل السياحي للأردن. هلا مجمل الدخل السياحي في بطبيعة الحال تراجع من. نعم. بداية العام من خلال العام الماضي، لكن العام الحالي ارتفع في معدلات بسيطة جدا. نعم. هذا الارتفاع في معدلات بسيطة يعني لا تذكر الأرقام، ولكن هو ارتفع بمؤشرات يعني توحي إلى تعافي القطاع في المرحلة وخلال المرحلة الحالية في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة إن شاء. نعم. الله خلال الأشهر المقبلة. فدخل السياحة ارتفع نتيجة لارتفاع السياحة العربية عندنا في المنطقة. السياحة العربية الآن منذ بداية العام خاصة الخليجية ارتفعت على الأردن بشكل كبير. جميل. وخاصة من الجنسية السعودية، وهو ما تم زيادة حجم انفاق السياح الخليجيين في الفترات الماضية،
وأدى إلى ارتفاع الدخل السياحي. جميل جدا. يعني بشكل عام الأردن يشهد سياحة خليجية هذا العام. هذا العام نعم عنوانها سياحة خليجية بامتياز. نعم. ومقبلين على مرحلة أخرى من السياحة الخليجية. ما مرنا فيه خلال الأشهر الماضية هو طفرة وهو إنجاز إن صح التعبير. لكن موسم السياحة الخليجية يبدأ حاليا في الصيف وقد بدأ حاليا. نعم. وإذا أنتم لمستم حاليا في الشوارع العديد من السياح السعوديين. نعم. بدأوا بالتوافد للأردن. نعم. أستاذ ياسر، بما يتعلق بالسياحة العلاجية، هناك توقعات بارتفاع نسبة السياحة العلاجية هذا العام إلى ما يصل إلى 76-77%. ما تعليقك على هذا الموضوع؟ أكيد بطبيعة الحال السياحة العلاجية الحال الآن ارتفعت منذ بداية العام مع زيادة عدد السياح المرضى الأشقاء الليبيين الأردن. فأعدادهم بشكل كبير ازدادت. تعرف الأزمة التي مرت فيها ليبيا خلال العام الماضي. تم تحويل جميع الرعاية والأشقاء الليبيين للعلاج في الأردن. فهذا رفع بكافة قطاعات الفندقية وقطاع المستشفيات، فرفع مستويات السياحة العلاجية. ويتوقع في المرحلة المقبلة أيضا مع استمرار السياحة الخليجية حاليا من الخليج العربي إلى آخره سوف يأتون إلى العلاج في الأردن، ويتوقع بطبيعة الحال أن يرتفع بشكل جيد. أستاذ ياسر، بما يتعلق تحدثت عن واجب وزارة السياحة، وأيضا ما هي واجبات هيئة تنشيط السياحة في تفعيل دور السياحة في الأردن؟ واجبات هيئة تنشيط السياحة كبيرة وجمة، خاصة في الأوقات هاي الصعبة تمر فيها السياحة في الأردن والمنطقة بشكل عام. نعم. فمهمة هيئة تنشيط السياحة هي ترويج على الأردن أنه بلد آمن أمام الدول العالمية وأمام الأسواق العالمية. فمهمة صعبة حاليا في المرحلة هاي، لكن جهودها جبارة ضمن الإمكانيات التي تعمل، هي إمكانيات محدودة. من إحدى الأساليب أو الجهود التي تعكف عليها حاليا هيئة تنشيط السياحة هي ترويج الأردن إلى الخارج بالتعاون مع دول أخرى مثل تركيا. تم التعاون مع تركيا في الوقت الأوسوي، تم أيضا توقيع اتفاقيات مع الأجانب التركي، استقطاب السياحة الأجنبية التي يأتون إلى تركيا لزيارة الأردن خلال فترة بسيطة، وهذا سوف يزيد معدل السياحة. هذا مع بداية العام المقبل إن شاء الله. كما تم اتفاق مع دولة الإمارات العربية الشقيقة لاستقطاب ايضا السياح الاوروبيين القادمين الى الامارات، وخاصه اذا تركيا يعني دوله الامارات العربيه معروفه. نعم. انها هي سياحه تسوق. فجميع الجنسيات الاوروبيه تاتي الى الامارات للتسوق. نعم. سوف يتم استقطاب منها جزء الى الاردن، تم سياحه للسياحه الاستجمام بطبيعه الحال. جميل جدا. طيب بما يتعلق يعني هذه جميعها خطط عمل اذا مستقبليه. نعم. لهيئه تنشيط قطاع السياحة. نعم. يعني واجبات هيئة تنشيط قطاع السياحة واجبات كبيرة وعظيمة، ما برأيك واجب المواطن الأردني اتجاه السياحة الداخلية؟ كما أسلفنا الموسم السياحة الخليجية قد بدأ بالفعل، ولو لاحظت حاليا بدأ موسم السياحة الخليجية من عنصر الشباب. نعم. ومن بداية الشهر المقبل إن شاء الله بداية تموز سوف يتم هناك عودة السياحة الخليجية العائلية. نعم. مع بداية عطل المدرسية في جميع دول الخليج من السعودية والإمارات والكويت، فلذلك الأعداد سوف يتم ارتفاع السياحة بشكل كبير خاصة الخليجية. وهذا يتطلب أيضا التعامل، أن يكون الأردن على استعداد للتعامل بشكل أكبر مع السياح العرب، وأن يكون أكثر قدرة على التعامل معهم واستيعاب الاختناقات المرورية إذا ذكرنا في المرحلة المقبلة. لذلك عليه المواطن الأردني عليه يتركز عليه جهود حاليا أن يتم أن يتعامل بشكل متحضر في السياحة المقبلة، وأن يكون على استعداد لتقبل جميع النتائج حاليا. جميل جدا. نعم. لأن السياحة سوف تفيد المواطن وسوف تفيد الحكومة بشكل عام، يعني سيتلمس فيها. جميل جدا. أستاذ ياسر، بما يتعلق بالتسهيلات على السائح، يعني سمعنا قبل تقريبا شهرين تخفيض مثلا رسوم دخول مدينة البتراء من 50 دينار إلى ما يقارب دينار أو دينارين، هل هناك أي خطط مستقبلية لهيئة تنشيط السياحة أو وزارة السياحة لاستقطاب السائح؟ حاليا ما تم هو قرار معاملة السائح العربي كمعاملة المواطن الأردني في دخول المواقع السياحية والأثرية. مواقع دخول الأردن الآن الخليجي إن أراد أن يذهب إلى جميع المواقع السياحية والأثرية سوف يعامل معاملة المواطن الأردني في الدخول، فهي تذكرة برسم دينار أردني فقط واحد، لذلك وليس بالنسبة للسائح الأجنبي الوافد. نعم. هذا نوع من التشجيع للسياحة الخليجية للسياحة العربية لعدم فقط المكوث في عمان، إنما التوجه لكافة المواقع السياحية والأثرية في المملكة سواء في البتراء، في جرش، في وادي رم،
في العقبة، في بحر الميت إلى آخره. جميع هذه تسهيلات قدمتها الحكومة لاستقطاب أكبر عدد من السياحة العائلية الخليجية في المرحلة في الأيام المقبلة سوف نشاهدها. جميل جدا. سؤال أخير برأيك، ما هو سبب اهتمام السائح العربي والأجنبي في الأردن بشكل عام؟ بطبيعة الحال هو أصبح الأمن والاستقرار الذي ينعم به الأردن في هذه الفترة في ظل البيئة المضطربة، والمنتج السياحي الذي يقدمه الأردن في المرحلة حاليا هي والتسهيلات التي يقدمها الأردن لجميع زواري خاصة العرب، فأصبح الأردن هو الوجهة الرئيسية للسياحة العربية، وسوف تشهد في خلال الأيام المقبلة بداية الشهر المقبل كما ذكرت زيادة مطردة في أعداد السياح الخليجيين. جميل جدا. الأستاذ الزميل ياسر مهيار من صحيفة العرب اليوم، شكرا جزيلا لك. أشكرك. أعزائي ننتقل الآن لنلقي نظرة على أسواق أو أداء الأسواق العربية. وأعزائي هذه نظرة على أداء مؤشرات الأسواق العالمية. وهذه نظرة سريعة على أسعار النفط والمعادن والعملات. متابعينا بهذا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مخزون القمح يكفي المملكة لمدة 8 أشهر. وغرام ذهب 21 يبلغ 31 دينارا و90 قرش. والحكومة تبدأ باستيفاء ضريبة على شراء السيارات الشهر المقبل. أعزائي الآن أنتم على موعد مع نشرة الأخبار من رؤيا والاقتصاد اليوم، يلقاكم غدا في نفس الموعد، دمتم بخير.